العلم وفضله. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل شأنه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وإن العلم مورث للخشية مثمر للعمل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. وقد استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته. قال الله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. من سلك طريق العلم فقد أراد الله به خيرا، ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. والعلم هو الطريق الموصل إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والعلم يبقى أثره للإنسان حيا وميتا، فيخلد ذكره عند الورى وإن كان تحت التراب مدفونا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة.